حسن الله إليكم. نختم بخبر وصل قبل قليل ونقلته كثير من الصحف الإلكترونية، وهو وفاة معالي الشيخ محمد بن سبيل الله يرحمه، فأحسن الله عزاكم عزاء الأمة الإسلامية. إذا كان لكم كلمة في هذا الشيخ. هو نعم الرجل، هو نعم الرجل رحمة الله عليه، كان كثير الخير في عبادته ونصحه وإرشاده وعقله رحمة الله عليه، وما كل أحد إلى أن ينتهي، إذا تم الأجل ولن يأخر الله نفسا إذا أجلها جاء أجلها، ولا يموت أحد قبل الوقت المحدد عليه. فرحمة الله على الشيخ محمد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابه في مرضه لطال أن يكون من أسباب رفعته عند الله جل وعلا يوم القيامة. كان نعم الرجل في عقده وتعامله مع الناس، والله المستعان. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح ذريتنا جميعا وذريته وأحبابنا وأصحابنا وعباد الله المسلمين، إنهم وجيبوا الدوام في غير هذا السؤال. نعم أحسن الله إليكم. ثم زاملتموه في هيئة كبار العلماء، أحسن الله إليكم. نعم الشيخ محمد رحمه الله كان في هيئة كبار العلماء عضو، لكنه انتهى منها قبل. رحمه الله رحمه، ولكن من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكان أيضا نعم الصاحب. هو درسني تدريس خفيف عام 67 هجرية، فتحت مدرسة البكيرية عام 6، درست فيها شهر في ذلك التاريخ، ثم سافرت عام 67 للرياض. لكن كان جيدا في معلوماته، وليس كأسلوبه في برنامج نور على الدرب، هو يتعمد الأسلوب العامي لأن أكثر من يستمعون له عامة، وإلا فهو فصيح اللسان، شاعر يجيد الشعر، ينظم الشعر عند الله عليه. كان يدرس في المعهد في بريدة، يدرس ابن عقيل النحو. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياه جميعا ووالدينا جميعا أنه مجد. ثم أسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعل هذا اللقاء آخر لقاءاتنا، وأن يجعل ما بعده خيرا منه، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين.